السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مؤسسة الشعلة التربوية. اللغة العربية، الصف الثاني الأساسي، الوحدة السابعة، كيف ترى نفسك؟ قصة ملك الحكايات. نواتج التعلم: يستمع المتعلم لسرد قصة بإصغاء، يقرأ المتعلم قراءة جهرية سليمة مراعيا التنغيم والضبط السليم في حدود 40 كلمة في الدقيقة الواحدة، على أن تكون الكلمات مشكولة شكلا تاما. يحدد المتعلم العناصر الفنية للقصة، الشخصيات والمكان والزمان والأحداث الرئيسة، مستخلصا مغزاها. يحدد المتعلم علاقات التضاد والترادف بين الكلمات. يجيب المتعلم عن أسئلة لنص أدبي ويطرح أسئلة مستخدما من، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف، مظهرا فهمه للنص. عزيزي، هل تعرف ما اسم هذا الحيوان؟ نعم، إنه حشرة. تعال وتعرف معنا لحكايته في قصة ملك الحكايات. ملك الحكايات. في الليالي المقمرة تتجمع الحيوانات للسهر وتبادل القصص والنوادر. يقف كل حيوان فوق صخرة الحكايات ويحكي حكاية، وفي كل مرة يحاول الجندب أن يقف على صخرة الحكايات يروي حكايته، وفي كل مرة تسخر منه الحيوانات وتقول له: اترك الحديث للكبار، أما أنت فليس لديك أي حكاية مسلية، ويغرقون في الضحك. فكر الجندب، فكر الجندب كثيرا، ماذا سيفعل؟ لجعل الحيوانات تحترمه وتسمع حكاياه، ربما عليه أن يكون قويا كالفيل. ذهب إلى شجرة قريبة وبدأ يدفعها بقوة كما تفعل الفيلة. طاخ طاخ طاخ، لكن الشجرة لم تتحرك، وآلمه ظهره كثيرا وكسر أحد جناحيه. كانت بعض الحيوانات تراقبه فضحكت، فاحمر وجه الجندب الأخضر من الحرج. ثم فكر، ربما أنه لا يستطيع أن يكون قويا كالفيل، لكنه يستطيع أن يزأر كالأسد. سيجعل الحيوانات ترتعد خوفا، وسيخيف الطيور التي قد تتجرأ على أن تصطاده. وقف فوق صخرة عالية، زأر فخرجت منه كريكيت كريكيت كريكيت. لفت صوته انتباه أحد الطيور، فاقترب منه بمنقاره العملاق محاولا الصيادة، فهرب الجندب بأعجوبة. فكر، ربما لا يستطيع أن يزأر كالأسد، لكنه بالتأكيد يستطيع أن يتلون مثل الحرباء. دهن جسده وجناحيه بالطين فصار لونه بنيا كالتراب. اقتربت غزالة راكضة ولم تنتبه له، ولولا سرعة حركته لمات مهروسا تحت أقدامها.
فذهب ليغسل نفسه في بقعة ماء، ولم ينتبه إلى لسان الضفدع الأحمر اللزج يقترب منه لالتقاطه، ولولا حركة الضفدع في الماء نبهته لصار غذاء له. فكر الجندب، ربما لا يستطيع أن يكون قويا كالفيل، ولا مخيفا كالأسد، ولا متلونا كالحرباء، لكنه يستطيع أن يكون ملكا. صنع لنفسه تاجا من العشب الأخضر ووضعه فوق رأسه، ووقف فوق أعلى زهرة وصاح: أنا ملك الحيوانات. ثم تذكر سخرية الحيوانات منه فصاح: أنا ملك الحشرات. مرت أمامه نملة مسرعة تحمل فوق ظهرها حبة قمح، فقال الجندب: أنا ملك الحشرات. فقالت النملة بغضب: لدينا ملكة تجعلنا نعمل ليل نهار لنجمع الطعام، لا نريد مزيدا من الملوك. أسرعت مبتعدة. رأى خنفساء تسير متمهلة تحت أشعة الشمس، فقال لها: أنا ملك الحشرات. فنظرت إليه وقالت بسخرية: ومن قال لك أن الحشرات بحاجة إلى ملك؟ وسارت مبتعدة. ثم لاحظ نحلة تلعق الرحيق من زهرة، توقفت عن امتصاص الرحيق حين سمعته يقول: أنا ملك الحشرات. نظرت إليه بتمعن ثم سألت: هل تستطيع أن تصنع العسل؟ فقال لها بخجل: لا، لكني ملك الحشرات. فقالت له: لا حاجة لنا بك. وطارت إلى زهرة أخرى. وقف الجندب محتارا لا يعرف ماذا يفعل، ثم سمع صوتا صغيرا خلفه يقول: أنا أقبل أن تكون ملكا علي. نظر الجندب خلفه فرأى ابنه الصغير ينظر إليه بفخر. دمعت عينا الجندب ورمى تاج العشب عن رأسه وعانق ابنه قائلا: أنا لا أريد أن أكون ملكا عليك، أريد فقط أن أكون أباك. وأمسك بيد ابنه الصغير وعادا معا إلى تجمع الحيوانات، فلديه الآن قصة يرويها. عزيزي الصغير، بعد أن استمعت إلى القصة عد واقرأ القصة من الكتاب، ولاحظ عناصر القصة واستخرجها منها. نريد منك أن تستخرج الشخصيات والمكان والزمان والأحداث الرئيسة للقصة. عزيزي الصغير، لابد أنك قرأت القصة، والآن تعال وتعرف معنا إلى عناصرها الفنية. الشخصيات: الجندب الشخصية الرئيسة، الجندب الصغير، الخنفساء، النملة، النحلة، وحيوانات الغابة. المكان: ما المكان الذي حدثت فيه هذه القصة؟
إنه الغابة. نعم أحسنت يا بطل. الزمان، ارجع إلى بداية القصة واستخرج الزمان الذي حدثت فيه هذه القصة. نعم عزيزي، إنه في إحدى الليالي المقمرة. تعال وتعرف معنا للأحداث الرئيسة للقصة. محاولة الجندب رواية حكايته أمام حيوانات الغابة وسخرية الحيوانات منه. تفكير الجندب في مشكلته والبحث عن حلول لجعل الحيوانات تحترمه وتسمع حكاياه. فخر الجندب الصغير بوالده، وأصبح للجندب قصة يرويها. عزيزي، لابد أنك قرأت القصة بتمعن. هنالك أسئلة تريد إجابة، تعال وتعرف معنا على إجابتها. اختر الإجابة الصحيحة، تعال واقرأ معنا. تجتمع الحيوانات في الليالي المقمرة لتناول طعام العشاء معا، تبادل القصص والنوادر، الاستماع إلى النصائح والخطب. أما السؤال الثاني، كانت الحيوانات ترفض أن يروي الجندب حكايته لأنه صغير وحكايته غير مسلية، ضعيف لا يستطيع أن يحرك الشجرة، منخفض الصوت لا يخيف أحد. فكر، الذي أصاب الجندب عندما حاول الجندب تحريك الشجرة، آلمه ظهره كثيرا، كسر أحد جناحيه، بح صوته. مجموعة الحشرات التي رفضت أن يكون الجندب ملكا عليها هي النحلة والنملة والدودة، النحلة والنملة والخنفساء، الذبابة، البعوضة، النحلة. نظر الجندب الصغير إلى أبيه نظرة فخر أم حزن أم دهشة؟ لابد أنك أجبت على هذه الأسئلة، تأكد من إجاباتك. نعم، كانت تجتمع الحيوانات في الليالي المقمرة لتبادل القصص والنوادر، وكانت الحيوانات ترفض أن يروي الجندب حكايته لأنه صغير وحكايته غير مسلية. الذي أصاب الجندب عندما حاول الجندب تحريك الشجرة، آلمه ظهره كثيرا، وكسر أحد جناحيه. مجموعة الحشرات التي رفضت أن يكون الجندب ملكا عليها النحلة، النملة، الخنفساء. نظر الجندب الصغير إلى أبيه نظرة فخر. ماذا تعلم الجندب في نهاية القصة؟ اكتب الإجابة واكتب جملا مكتملة المعنى، جملا صحيحة في الصياغة. لابد أنك تستطيع. الترادف والتضاد. كلمة النهار وكلمة الليل، ما العلاقة بينهما؟ إنهم غير متساويات. نعم، إنه التضاد. كلمة يقترب وكلمة يدنو، هل تعاكسا في المعنى أم تساويا؟ نعم، تساويا في المعنى، لهما نفس المعنى، إذن هي علاقة الترادف. أحسنت يا بطل.
والآن اختر أداة الاستفهام المناسبة. فراغ سيفعل ليجعل الحيوانات تحترمه وتسمع حكاياه. أين؟ ماذا؟ هل؟ فكر. فراغ يقف كل حيوان ليحكي حكايته. أين؟ لماذا؟ هل؟ فكر يا صغيري. كانت تسير الخنفساء. ما أداة الاستفهام المناسبة؟ فكر. أين؟ كيف؟ هل؟ يستطيع الجندب أن يصنع العسل. فكر يا صغيري، ما الأداة المناسبة؟ أين؟ كيف؟ هل؟ تعال وتعرف. إذن الإجابة هي: ماذا سيفعل ليجعل الحيوانات تحترمه وتسمع حكاياه؟ أين يقف كل حيوان ليحكي حكايته؟ كيف كانت تسير الخنفساء؟ هل يستطيع الجندب أن يصنع العسل؟ عزيزي، بعد أن قرأنا القصة وقرأت أنت القصة، هنالك أنشطة إثرائية عليك أن تقوم بها. أولاً، عد إلى القصة وافتح كتابك واستخرج منها ما يلي: ألف اسم، ابحث عن اسم واكتب، فعل ماضي، فعل مضارع، كلمة تنتهي بتاء مربوطة، كلمة تنتهي بتاء مفتوحة، كلمة تنتهي بهاء، واستخرج أيضا ظرف زمان وظرف مكان وأداة استفهام. أما النشاط الثاني فعليك يا صغيري أن تجيب عن هذه الأسئلة وتقوم بهذه الأنشطة. أولا، لو كنت مكان الجندب، ماذا ستفعل لتجعل الحيوانات تسمع حكاياك؟ فكر، أجب، عبر عن رأيك. أخيرا وليس آخرا، أرسم مشهدا أعجبك من القصة. أرسم وعبر ولون. شكرا لكم جميعا. هذه الأنشطة وهذه القصة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع لهذه القصة وبالأنشطة المرافقة. شكرا لكم.